يسعدني أن ألتقي اليوم في الاحتفال بالعيد التاسع للأثريين بعد انقطاع دام 3 سنوات. في واقع الأمر إعادة هذا الحفل وإعادة هذا العيد هو نقطة تضاف إلى وزارة الآثار تقول نحن نستعيد ما كان جميلا. نحن نستعيد العيد مدلول وإعادته لها أيضا المدلول الخاص وهو الاستعادة، استعادة الوضع، استعادة الطريق، نلتقي معا، والغرض أيضا اللقاء، وأني أحب أن أنا أكون معاكم. 1,000,000 جنيه أجور، وبالتالي كان المتوسط السنوي لدفع الأجور حوالي 480,000,000 جنيه من واقع 1.3 اللي هو المتوسط، اللي كان في بعض الأحيان يوصل 1.5 مليار جنيه. ده معناه أن أنا كان عندي 1,000,000,000 جنيه تقريبا باقية بقدر أعمل مشاريع آثار، بقدر أرمم، بقدر أعمل صيانة، بقدر أعمل رعاية صحية، بقدر أعمل كل ما يمكن أن يضاف للأثر وللعاملين في الأثر. بعد الثورة ينحصر الحال، وعلى الرغم من أننا بدأنا في 10 سنوات الأخيرة قبل الثورة بالعديد من المشاريع، كلنا نعرف طبعا كانت الرؤية المستقبلية كويسة، عندنا قرابة 1,000,000,000 جنيه سنويا، ليه ما نعملش مشاريع؟ بنعمل المتحف الكبير، متحف الحضارة، متحف العريش، متحف شرم الشيخ، متحف سوهاج، متحف الأتوني في المنيا، متحف الموزاييك، وبنطور في المتحف الإسلامي والمتحف القبطي ومتحف اليوناني الروماني والمتحف المصري. كل دي مشاريع متاحف يضاف إليها تطوير المناطق الأثرية، منطقة هضبة الهرم، منطقة سقارة، منطقة دهشور، منطقة الدشت، عندنا مارينا، عندنا اسكندرية، الأقصر، أسوان، كم من مشاريع هائل. كل هذه المشاريع بدأت بعد الثورة لانحصار الأموال تقف. مش بس كانت مشاريع أثرية، أيضا مشاريع للعاملين في الآثار، كلنا فاكرين طبعا الرعاية الصحية. كل الحاجات دي تأثرت بضعف الموارد، وأقول لكم برضو عشان تبقى واضحة الصورة أمامكم، في آخر سنة مالية لينا 13-14 كان دخل وزارة الآثار أقل بقليل من 125,000,000 جنيه، يعني هنقول 125,000,000 جنيه، يعني أقل من العشر لدخل الوزارة قبل الثورة. وإذا كنت الزملاء الأسبان في هضبة الهرم وفي البر أما الآن فتكريم